الله الرحمن الرحيم. اختر الإجابة الصحيحة في ثلاث مقاومات متساوية، كل منها R. أي من الأشكال التالية تكون فيه المقاومة بين X و Y أقل ما يمكن؟ بين X و Y هنا R و R و R، يبقى R الكلية 3R، معناها توالي. هنا R الكلية بين X و Y R بس، من بين X و Y. أما بين X و Y هنا هي عبارة عن دول توالي، يبقى 2R، ودي R أصبحت الاتنين R مع الR توازي. هنقول حاصل ضربهم اتنين مع بعض، دول اسمهم 2R على انهم توالي مع توازي. فنقول حاصل ضربهما على حاصل جمعهما 3R. الR مع الR يبقى هنا 2 على 3R، يبقى R لدي 2 على 3R. أما ديت عبارة عن توازي، توازي بR على 2، أحد المقاومات على عدد، يبقى بين والناتج ده هو مع عدد توالي، يبقى 3، يبقى 1.5R، يعني 3R على 2. طبعا بالمقارنة هنلاحظ إن الإجابة الصحيحة 2 على 3R، فتكون أقل مقاومة ممكن. اختر السؤال التاني، اختر الإجابة الصحيحة في الدائرة المبينة بالرسم. مقدار في بي التي تجعل قيمة الأميتر تساوي 0. طبعا ممكن تحل بواسطة قانون كيرشوف. لما يجي نحلها بقانون كيرشوف، هي الإجابة الصحيحة 8 فولت. بتطبيق كيرشوف الأول عند نقطة التفرع، بما أن التيار صفر، إذا معنى ذلك لو اعتبرنا أن I1 زائد I3 هيساوي I2، لأن I1 داخل، I3 داخل، I2 خارج. وبما أن الI3 بصفر، لأن قال لك قراءة الأميتر صفر، إذن إن ده إن I1 هتساوي I2. نطبق كيرشوف، ده نسمي المعدل رقم 1. نطبق كيرشوف التاني في المسار الأيمن، يبقى مجموع قوة الدفعة بيساوي مجموع الـ IR فروق الجهد. بطارية الدفعة 12، طبعا بنفرد في اتجاه عكس عقارب الساعة، يبقى نقولنا 12 فولت هتساوي 2 I1 بالموجب، لأن اتجاه السهم في نفس اتجاه المفروض، زائد 4 I2 المعدل رقم 2. بالتعويض من 1 في 2، إذا نقدر نشيل I2 دهيت ونحط مكانها I1، فتصبح 12 هتساوي 2 I1 زائد 4 I1، شيلنا I2 حطينا مكانها I1. إذن 6 I1 هتساوي 12، يقتضي إن I1 نقسم على 6، يبقى I1 2 أمبير. نبدأ بقى نعوض، ناخد ايه، نطبق كيرشوف التاني في المسار الأيسر، هو ده. بنفرد اتجاه عقارب الساعة كده، يبقى دون مجموع القوة الدفعة هيساوي مجموع الـ IR، يبقى قوة الدفعة مجهولة، الـ IR احنا قلنا ديت بصفر خلاص تتشى، ديت تبقى 4 I2، حيث الـ I1 هي نفسها الـ I2، يبقى الـ V battery
بتساوي 4 في 2. إذن 4 في 2، إذن الفي باتري هتساوي 8 فولت. يبقى الاختيار الصحيح، 8 فولت. مقاومة أوميتر مقاومته R، أقصى تيار يقيسه IG، وعند توصيل مقاومة خارجية 6000 بين طرفي قلت شدة التيار إلى الثلث. نفس الفكرة، نقول فرق الجهد دايما ثابت عشان تبقى العلاقة بين الآي والآر علاقة إيه عكسية. يبقى الآي في الآر وهو أوميتر. تعال نشوف عند إضافة مقاومة 600 هيحصل إيه للآي؟ فإن الأميتر قراءته تقل للتلت، يبقى ديت أصبحت التلت، بس بشرط الأرض هنضيف عليها كام؟ هنضيف عليها 6000. نتخلص من التلاتة بالضرب الطرفين في تلاتة، يبقى نقدر نقول هنا دي راحت مع دي والآي مع الآي، يبقى نقدر نقول إذن 3R، تلاتة هنقدر هنا 3R هتساوي الآر زائد 600، 6000. نعدي بالموجب وتعدي بالسالب، إذن 2R هتساوي 6000. إذن الآر هتساوي 3000. اختر الإجابة الصحيحة. ملفان لولبيان لهما نفس الطول ونص القطر ومعامل نفاذاتهما عدد لفات الأول ضعف عدد لفات الثاني، يبقى N1 بتساوي 2N2، عدد لفات الأول تساوي ضعف الثاني. فالنسبة بين معامل حس، احنا عارفين معامل حس، ذاتي اللي هو L1 على بتساوي ميو ان ايه ان تربيع ايه على ال. العلاقه هنا بين ال والان علاقه ايه؟ طرديه. فلو قلنا L1 على L2 هتساوي N1 تربيع على N2 تربيع، يعني يساوي احنا قلنا عدد لفات، الاول يبقى نشيل N1 ونحط مكانها كام؟ 2 تربيع، يبقى بقت 4N2 تربيع على N2، دي راحت معادي، يبقى الإجابة الصح كام؟ 4، 4 أضعاف، يبقى الإجابة الصح 4 أضعاف. اذكر عاملا واحدا، يؤدي إلى نقص القوة الدفع المستحسة في سلك يتحرك عموديا على فيض مغناطيسي. قوة الدفع وسلك، يبقى الخم بتاعها القوة الدفع الكهربية بتساوي بلف ساين سيتا. يبقى ممكن نقص القوة الدفعة، أما بتقليل الزاوية أو تقليل الزاوية بين السلك وخطوط المجال أو تقليل السرعة، أو تقليل الزاوية بين اتجاه التيار، اتجاه الحركة وخطوط المجال. علل. تستخدم عدة ملفات بين مستوياتها زوايا صغيرة في المحرك الكهربي. 1 لزيادة كفاءة المحول، لأن احنا عارفين كلما كان مستوى الملف موازي زاد عزم الازدواج. أي برضو ممكن نقول لكي يكون مستوى الملف دائما يكون مستوى الملف موازي بزوايا صغيرة موازي لخطوط المجال، فيكون عزم الازدواج أكبر ما يمكن، ويكون عزم الازدواج أكبر ما يمكن.
السؤال أجب عن سؤال واحد فقط. اذكر عاملا يؤدي إلى زيادة تردد طيف المميز للأشعة الثانية من بوبة كوليدج. يبقى عشان نزود، يبقى رقم واحد نستبدل التن جستاين أو الفتيلة، نستبدل الهدف بعنصر عدده الذري أكبر. كلما زاد العدد الذري، لأن التردد يتوقف على نوع مادة الهدف. احسب الطول الموجي للفوتون طاقته، مطلوب الطول الموجي والطاقة، يبقى طول الطاقة بتساوي ثابت بلانك في سرعة الضوء على لمدة، هيبقى كله معلوم ما عدا لمدة. إذن نقدر نقول اي طاقة طاقته، يبقى الطاقة بتساوي 4 9 6 8 في 10 أس سالب 19، متحولة جاهزة لأنها بالإيه؟ بالجول. هتساوي ثابت بلانك، اللي هو اتش، اللي قيمته 6 6 2 5 في 10 أس سالب 34 في سي سرعة الضوء 3 في 10 أس 8. من المفروض عندنا لمدة طول الموجي بالضرب الطرفين في الوسطين، يبقى اللمدة هتساوي طبعا مع المعامل اللمدة اللي هو القيمة ديت 4 9 6 8 في 10 سالب 19 للمعامل، أما البسط يبقى 6 6 2 5 في 10 أس سالب 34 في سرعة الضوء 3 في 10 أس 8، وبالآلة الحاسبة نطلع الناتج بالمتر. حول القيمة دي، قوم نعملها كده اهوت 0 0 0 1 1 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2 2 أس 3 2 أس 4. طبعا الناتج ده 1 ويلغى، لأن بنضرب 2 في 0 1 في 0 في 0، ودي 2 وتلغى لأن 2 في 0 في 0، ويبقى دي ملغي 2 أس 2 ب4 في 0، يبقى برضو ده ملغي. 2 أس 3 ب8 زائد 2 أس 4 ب16 يطلع الناتج 24. اذكر وظيفتين فقط لمجزئ التيار. احنا عارفين ان داج الفانوميتر والتيابيس التيار ضعيفة جدا، وده التيار الكلي. اذا التيار الكلي مر في الفانوميتر يتلف ويحترق، فمجزئ التيار لكي مقاومة صغيرة جدا لكي يمر فيه، اللي هو الار اس، لكي يمر فيه معظم اهم رقم واحد حماية الجلفانوميتر، لأن هيمر فيه معظم التيار، وبالتالي نقلل من التيار المر في الجلفانوميتر. 2 تقليل مقاومة الأميتر حتى لا يؤثر في تيار الدائرة. السؤال 8، اختر الإجابة.
الصحيح. تحولات الطاقة في أفران الحاس حرارية ما ينفعش، لأن بتبدأ لأن الأفران الحاسة أو بتبنى على فكرة الحاس، قطعة حديد توضع أو قطعة معدن توضع في داخل ملف يمر فيه تيار متردد بالشكل ده كده. يبقى حولناها من تيار كهربي إلى مجال مغناطيسي إلى حرارة، يبقى الإجابة الصح. دائرة كهربية بها مقاومة مقدارها ومكثف ساعته ومنفعته السعرية وملف عديم المقاومة معامل حس حسه الذاتي متصلين معا على التوالي. يبقى بنقول كده هو ده مقاومة 6 أوم ومكثف مفاعلته الحس السعوية 80 أوم وملف ال ال ل ب 28 من 100 هنا. وصلناها على التوالي بمصدر ده 20 فولت وتردده الاف ب 50 هرتز. احسب القيمة العظمى للتيار. اول خطوة نجيب عندنا الار موجودة وعندنا الاكس ال، لازم نجيب الاول الاكس ايه الاكس سي، لازم نجيب الاكس ال. الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال، اذا الاكس ال هتساوي 2 × 3، قالك اعتبر الباي 3.14% في الاف 50 في ال ال اللي هي 28 من 100. لو استخدمنا الآلة الحاسبة هنلاحظ ان نضرب 2 × 3.14% × 50 × 28 من 100 طلع الناتج 87.92. بعد كده نجيب الزد، الزد بتساوي الجذر التربيعي، لأن المعوقة لا تساوي المجموع ولكن تكافئ، تكافئ المقاومة الأمية اللي هي آر تربيع زائد المفاعلة الحسية والمفاعلة السعوية كل تربيع. بالآلة الحاسبة لو احنا جينا نقول القيمة ديت 87.92، ننقص منها المفاعلة الحسية السعوية اللي هي 80 ناقص 80، هتساوي القيمة ديت تربيع زائد المقاومة، مقاومتها يعني 36 تربيع، هتساوي تحت الجذر جذر أنس، يطلع الناتج 9.9. إذن الزد 9.9. جبنا الزد، يبقى التيار المثلث اللي احنا عارفينه في بتساوي اي في ار في زد في الحالة ديت، يبقى المطلوب ايه اي، إذن اي بتساوي اللي هي 20 × 9 × 20 × أنس، يطلع الناتج 2 أمبير، إذن I بتساوي 2 أمبير. إذن قيمة الفعالة، القيمة الفعالة للتيار بـ I effect هيساوي I أو عايز القيمة إيه العظمى، هيساوي الـ I max في 1/2. طبعا ده معلوم 2، دي معلومة 2، يبقى إذن هتساوي 2/2 أمبير. ما المقصود
بلورة شبه موصلة من النوع الموجب، هي عبارة عن أشباه موصلة، يبقى واحد أشباه موصلات أضيف إليها بلورة إيه؟ أضيف إليها شائبة ثلاثية تكافؤ، أضيف إليها شائبة ثلاثية التكافؤ زي الألومنيوم مثلا، ويكون تركيز وتركيز الفجوات أكتر، وحامل التيار فجوات موجبة. اثنين، اذكر نوع ترانزستور. بما ان السهم طبعا ده باعث ده مجمع، بما ان السهم متجه يبقى القاعدة هنا بتكون سالب، يبقى ده اتجاه هنا الموجب سالب، النوع موجب سالب موجب، يعني بي ان بي. السؤال اللي بعده، علل. لتوليد أشعة الليزر يجب أن تكون ذرات الوسط الفعال في حالة الإسكان معكوس، يبقى حتى يكون عدد ذرات المسارة، يعني دي تعريف حالة الإسكان معكوس، هي الحالة التي يكون فيها عدد الذرات المسارة أكثر، حتى يكون عدد الذرات المسارة أكثر ويحدث انبعاث مستحس. علل الانعكاس المتتالية في تجويف الرنين هي أساس التجويف، لأن في حالة الانبعاث المستحس ينبعث فوتوني مترابطين، أي لهما نفس التردد والسعة، فيحدث تداخل بناء وحدوث عدة انعكاسات بين المرأتين. مسألة، اختر الإجابة الصحيحة. نحاول نستفاد من المعطيات. قراءة الفولتميتر 4، يعني ما يكون الفي ب4 والار ب2، يبقى مين اللي ناقص؟ التيار، في بتساوي اي في ار. الفي ب4 والار ب2، يبقى الاي بكام؟ يبقى الاي بتساوي الفي على الار، يعني 4 على 2، إذن الآي بتساوي 2 أمبير. طب عرفنا التيار هنا 2 أمبير، الاتنين أمبير لما يجوا هنا نقدر نطبق بقى، نقدر نعرف بقى شدة التيار المرة في المقاومة 6. احنا عارفين على التوازي في الكلي هيساوي في الفرع العلوي، في الكلي اي كلية في ار كلية، اللي حاصل ضربهما R1 R2 على R1 زائد R2، اللي هي حاصل ضربهما، يبقى طول كل معروف وده معروف. العلو كام؟ I في R. طب ما الR معلومة 6، يبقى مين اللي مجهول عندنا؟ الR. تعال نطبق كده. التار كله طلعناه 2، في حاصل ضربهم كام؟ 4 في 6 على 10، هيساوي الار اللي في العلوي بكام؟ ب6 اي. ممكن نقول الستة دي مع الستة دي على 2 فيها 1 على 2 فيها 5، 4 على 5 يبقى فيها 8 من 10، اذا الاي بيساوي 8 من 10 امبير. يبقى الاجابة الصح